السودان، ان والله الان السيطره لو انتصروا في الحرب دي او على الاقل وقفوا الضرب عليها لحد الدخول ليوم 14، ده بكون من مصلحتهم. المصلحه دي قد لا تترجم بشكل انا وانت نقدر نفهمه، العسكريه دي فيها اشياء ما بتتفهم للناس، لكن ما من مصلحتهم انه لانه في الفتره البسيطه بس اللي توقفت فيها الحرب، ناس المشتركه دي طلعوا لك فوق الفرقه السادسه وقالوا والله يا جماعه نحن الملوك وهم الرعيه، ها ونحن الاسود وهم الضباع، ونحن يا زول عاسليك في الجيش ده عواسه هناك ما انزل الله بها من سلطان. فالجيش هسي بدا يقول لهم الموجود في الفرقه او الفلول اللي موجودين في الفرقه بدا يقول لهم يتقدموا قدام وامشوا يمين وامشوا شمال وامشوا كده وامشوا كده. المهم حاصله خلافات فيما بيناتهم، والخلافات دي قويه جدا جدا، لكن انا زي ما قلت لاقي ليها المبرر الكبير شكل الخلافات اللي هي حاصله في الفاشل الان، لانه الاستخبارات العسكريه يا اولاد الفاشل من زمان لما بقول لك ناس الاستخبارات العسكريه ديل هم الأسوأ ناس وهم اللي كده ما في الكلحيات ما في الكلحيات ما في الكلحيات. هسه يا دوب حتى شايف الناس اكتشفتها من اولاد الفاشل انه والله بعد ده نحن نضرب الاستخبارات العسكريه دي لانه كذا ولانه كذا ولانه كذا. طيب يبقى نحن بننتظر وبنشوف، والفاشل ده الفاشل دي اخر معقل اخر معقل بيتمدرسوا فيه اللي هم مجموعات مناوي، واخر معقل لاخر فرقه لاخر لواء موجود في دارفور من جانب الفلول واعوانهم والجيش والناس اللي هم متابعين او مدافعين للقضيه اللي هم بيفتكروا انها هي قضية. يبقى نحن ننتظر بإذن الله سبحانه وتعالى، أرجع لبداية الكلام اللي بديت أتكلم فيه، نحن ننتظر الحاجة الجاياكم إن شاء الله بإذن الله من ولاية ما، وهي ما واحدة هم اثنين، لكن الولاية الآن المرئية بالعين واللي الناس قاعدة تشوفها بالعين هي يمكن يكون اللي بيكتب عنها أحد الشباب اللي أنا ذكرته قبل شوية في بداية هذا اللايف. لكن نحن لو متوقعين والله تاني يجوا الناس اللي هم تابعين للجاهزيه سواء الميدان، تتكلم لي عن عدم السيطره، تتكلم لي عن انه والله الدعم السريع ده انتهى وما عنده سيطره، ها هسه في زول قاعد يجي يجيب لك زي زمان مثلا والله الان ده كذا ونحن في الحته الفلانيه ونحن في كذا ونحن في كذا، ما ابدا تاني شغل كالتاني بس تصحى من الصباح غادي كيف اقعد انت في باعونا ما باعونا باعونا ما باعونا لما العناية ذاك يقع في نص راسك مش كده؟ اي طيب في حاجة ثانية برضو خلاف اللي انا ذكرته ده، امبارح برضو كان في مجموعة من الفلول دي اللي تقدمت من الدفاعات بتاعت شندي وجاية في امان الله ماشية ليلا ودون اضاءة، وقال والله حتحدث فارق وحتسوي كده، استلموهم استلموا القوة جات كلها استلموهم ديل عيال مات منهم ميت، لكن على الاقل اتعرضوا مجموعة من الاسرى ومجموعة من الناس المغيبين. انا كنت داير الناس اللي بيقولوا بلبس الموجودين برا السودان ديل هم اللي جوا يدفعوا الثمن بشكل مباشر وقبضوهم بدل باع 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 ذاته وقفناه، الناس ذاته باع باع خلوه بيجوا ياخذوا حاجات ثانيه. ها الظهر ده الفيديو ظهر جابوا فيه الناس هو في اشاره لمنطقه ما مش كده؟ ثاني بعد شغلنا بالالغاز اصله ثاني نحن ما حنقول لك والله يا الحبيب في كذا ولا في كذا، ها يبقى معناها في منطقه ثانيه برضه المنطقه دي حتتجغم بشكلها المباشر. وهنا انا داير اوضح نقطه، نحن لما نتكلم عن المجتمع الدولي مجتمع دولي مجتمع دولي مجتمع دولي ما معناه المجتمع الدولي ده هو اللي قوم لك الحرب في السودان، لكن بعد ما بدأت الحرب في السودان بعد محتاج الزول اللي هو ممكن ينظمها، لان عدد كبير من الناس ما قادرين يتفهموا النقطه دي، بيفتكروا انه لا هو اللي قوم الحرب، لا دي نقطه يجب انك تتاكد منها، هي بعد ما قامت، يعني قبل الحرب ما كان في حاجه اسمها مفاوضات جده، ولا الناس شافت حاجه اسمها مفاوضات جده، صح؟ طيب قامت مفاوضات جده بعد ما بقت في حرب، طيب ما جات جنيف الا بعد ما كان في حرب. مش كده؟ اي فدي الحاجات الاساسيه والحاجات الموجوده واللي يجب انه على كل المتابعين والاصدقاء يتفهموها بشكل اكبر كبير وكبير جدا جدا. انا والله منتظر لي مكالمات والمكالمه دي ربما تفرحكم جدا جدا، يعني الان انا ماسك التليفون ده ومنتظر مكالمه حابثها على الهواء مباشره بسماعات حتسمعوها ربما تصبح هي مكالمه تحرير المنطقه، نقول يا رب ادعو او دخول الفرقه او 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 خبرا ما يسر الجاهزيه والناس المحايدين اللي مايلين للدعم السريع، ديل اللي ممكن يفرحوا من خلال هذه المكالمه ممكن تجي تحت اي لحظه. وزي ما قلت حقوم اشغل السماعات واستاذنت في البدايه انه حيكون على الهواء مباشره، وده اللي اخرني 10 دقائق من مواعيد البث المباشر انه كانت المكالمه طويله شويه كده ومن السودان هناك وبصعوبه الستارلينك والى ما ذلك.
من امور. طيب هاجي راجع لكل اللي انا ذكرته ده، بس دايركم عشان نتقدم لقدام. يلا شيل يدك على القلب وامشي. راجت اخبار، ننطلق لنقطه ثانيه. والله قبل ما نمشي للنقطه الثانيه، طيب ها جنيف كيف يا جنافيه؟ ها اي زول مع السلام، هو جنافي جنيف. ها جنيف كيف يا جماعه؟ الحديث عن انه والله امريكا كلمت برهان، امريكا ما بعرف شنو، نحن والله غيرنا الخط بتاع امريكا، نحن والله شنو، زي ما بقولوا البلاسه ديل واعوانهم وكده، كلها اصبحت مجموعه ازعاجات. ازعاج. انا العهد الذي بيني وبينكم وقطعناه يومتى في قصه الجواز لو في زول بيتذكرها، انه يوم 14 وباقي اسبوع وحيمشوا قصبا عنه. والله نحن ما احنا مش حنقلل البكايات دي، خليها والامور دي قلنا خليها، ما شافي انت عشان الناس يقعدوا يكرروا لك في الكلام. حيمشوا يوم 14 وقصبا عنهم، وقصبا عنهم حيمشوا جنيف. والله يا اخي ياسر العطا قال، والله يا اخي ما بعرف شنو هناي وكذا، كلها احداث يوميه. طيب اكبر هسي الكلام الهسي بيتقال خلال ال 24 ساعه 48 ساعه اللي فاتت، ولا اكبر اللي انتم بتسموه هو محاوله لاغتيال البرهان؟ اين محاوله اغتيال البرهان التي يمكن ان تعقل جد جنيف؟ عذرا تلخبطنا في الاتفاقيه، وين نسيت صح يا الهسي بتسمعني؟ متذكر قبل كم يوم المسيره ماشيه كده ضربت البرهان، خلاص يا جماعه كلهم طلعوا، والله معناه ان احنا ما حنمشي جنيف، ان احنا والله قلت لك دي كلها تفاصيل يوميه، تفاصيل عمل يوميه، مش كده؟ اي يعني في النهايه حيمشوا جنيف. الهسي انت بتشوفه من تفاصيل ومن اشياء وكذا وكذا، ده ما الاصل في الموضوع. برهان باع البلابسه كلهم والله العظيم. برهان باعهم تماما كما هو اسمه. بس عشان انت هنا كزول مشاهد او زول انت معانا هنا في الصفحه دي، ما تتخدع ولا تتغشى بشكل الحاجات، ولا حسي ده تحدي كلكم انتم مش موجودين هسي هنا، بالبلاسه باي زول بكذا بكذا بكذا، انا بدخل تحدي هنا هسي قدام الناس. يوم 14 باقي له اسبوع، يوم 14 باقي له اسبوع. طيب نشوف في الاسبوع ده الصادق فينا منو؟ اذا ما مشى الوفد ده يبقى معناه بعدين تتشكك في المصداقيه بتاعتي وما تحضرني، مش هاي. طيب اذا مشى الوفد ده انت بعدان ما في شيء بمسكك به، لان انت بتعرفني انا ما بعرفك، لكن يبقى بينك وبين نفسك ثاني الناس لما يقول لك حاجه يبقى افهم من الناس هم دايرين يقولوا شنو، بغض النظر عن انه انت متفق معاهم ولا مختلف معاهم. الصفحه دي فيها عدد كبير، اكثر الناس اللي هم بيحضرونا هم البلابسه والكيزان، كبار الكيزان موجودين في الصفحه دي، والبلابسه الدليل على كده بتلقى في نبز، بتلقى عاصر نفسك على شنو ما تمشي، مش هاي. لكن هم بيبقوا مفتحين بياخذوا الخبر وبياخذوا كده، بكونوا هم فاهمين اللعب، مع ناس برغماتيين جدا جدا، لان في زوم بيكون مظبطين الوضع وبيجوك هناك في الصفحات بتاعتهم يقول لك لا والله نحن كده 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 كده، وانت المغشوش بتسمع الشاشات دي كلها قدامك، في 1000 زول زي مصعب الضيب بيتكلم، لكن انت ما بتركز في شكل الكلام ده، لازم تسمع الكلام يدوك له علف من البلبوس الكبير، من الكوز الكبير، بينما الكوز الكبير هو عارف حقيقة الأشياء، وهو عارف اللعب ده ماشي لوين، وهو عارف كل التفاصيل دي عاملة كيف، لكن بالمقابل هو يعني خلاص ما عارف ذاته، ده ذاته يعبروا ويقولوا شنو. طيب زي ما قلنا الموعد جنيف هناك، حيمشوا جنيف وحيوقعوا في جنيف وبالمزيكا، والله بالمزيكا. التوقيع النهائي، التوقيع النهائي ده دي مساله براها، لانه هنا انا لما اتكلم بتكلم عن دول، بتكلم عن دول، يعني في دول كثيره جدا جدا داخله في الموضوع ده، فبالتالي دي انا ما بقدر اقول لك التوقيع النهائي كده، لكن من ناحيه حيمشوا هناك الوفد اصلا بتاع الدعم السريع من اول ثواني قال انا ماشي هناك، يبقى نحن حننتظر واوعد الناس ان شاء الله بتغطيه خاصه باذن الله سبحانه وتعالى، واحتمال ذاتي اسافر امشي جنيف، ما لكم يا جماعه حاسدين لنا في مشيت جنيف، احتمال يكون نفسي بس منتظر الجواز بتاعي، اي ما عشان احضر مفاوضات، لكن اكون قاعد قدام القاعات كده، انتهت الجلسه طوالي اجي اعمل لكم بس مباشر، الجلسه الاولى انتهت بكذا وكذا وكذا هناك في جنيف، ما في زي جده ما تقول وتقول وما تقول وما تقول، مش كده؟ يبقى انتم موجودين ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى بشغل، هو حته ماشي جده ماشي اسمه شنو جنيف دي ما تمسكوها، انا بتكلم معاكم احتمال اكون بهزر في شكل الكلام اللي انا قاعد اقوله واكون ما جادي فيه، مش كده؟
طيب نمشي لقدام، راجت الاخبار والصحف وكل المواقع ضجت بانه والله يا اخي في كتيبتين، والكتيبتين ديل روسيات ودخل السودان. كذب. لا والله انت ما عارف، لانه الطياره نحن تابعنا الاحداثيات بتاعتها، وتحركت من قاعده السيليه ولا القاعده جنبها في قطر، والاشياء دي طلعت من هناك، وبعد ذاك ركبوا فيها النازل وجو هنداهاك عاين الخط والرسم بتاع اكيد كلها مجموعه ازعاجات. طيب في ناس يا اخي، في ناس شافوها مش عايز.